دراسة على الحيوان في زيادة تصبغ بالجلد عند الرجال المقصدين وعند بعض النساء يعني عندهم زيادة أيضا بعد تناول التستوستيرون يعني من الهرمونات الذكرية بتزيد الحقيقة التصبغات. هلا الأمراض معروف يعني النمش النمش هو ارتفاعات صغيرة بقعية نقطية تظهر على المناطق المعرضة للشمس، طبعا هو في له أساس وراثي بالأساس. يعني مو كل الناس بتنصاب بالنمش، حتى يعني النمش في ناس بتعتبره علامة جمالية في بعض الحالات يعني خاصة الأوروبيين يعني العرق الأبيض والأشقر اللي شعرهم أحمر بيكون أكثر عندهم النمش الحقيقة. وبيعتبروا انه النمش يعني هي علامه جماليه، اما نحن عندنا الحقيقه العكس انه النمش ما كثير مرغوب فيه بالنسبه لبشراتنا او بالنسبه لحالاتنا او مقاييس الجمال عندنا انه اذا في نمش لازم يعالجه. فهو بينتقل بصفه جسديه سائله اكيد بيزداد بالصيف لانه عم يتعرض للاشعه الشمسيه، بتلاقوا انه النمش بخف كثير الحقيقه باشهر الشتاء. بقع بنيه ضاربه للصفرة حسب لون البشره يعني بنيه غامقه بنيه فاتحه شوي ضاربه للصفرة حسب المنطقه وبحسب لون البشره. والمعالجه الحقيقه بسيطه يعني معالجات الواقيات الغذائيه بالاضافه الى منزلات التصبغ يعني كثير مركبات يعني اولها هو الهيدروكينون ومركبات الاربوتين وفيتامين سي موضعيا او حتى داخليا ممكن انه يكون مفيد الحقيقه في معالجه هذه التصبغات او النماش بشكل عام. والوقايه هو اهم شيء بالنسبه لموضوع النماش. هذا نماش معروف يعني ممكن يظهر طبعا على الجذع لما الناس يعني اللي عندهم استعداد يروحوا على المسابح او البحر ممكن يظهر عندهم بقع نمشيه على ايضا الظهر او الظهر او الصدر بشكل عام. هلا في عندنا داء بوتس جيكر هذا بصير في عندنا اندفاعات تصبغيه حول الفم حول الفوهات وتظهر كمان يعني مرض موروث بجسد السائل. تظهر هذه الاندفاعات ايضا على ظهر اليدين وبشكل خاص على الشفاه والمخاطيات احيانا قد تصاب الملتحمه بس هو بشكل خاص يعني حول الفم بالاضافه الى المركب الثاني اللي هو اصابات نعويه بالكولون ممكن يصير في عندنا اصابه بوليبات قد تتحول الى خباثه في بعض الحالات لذلك يعني اي مريض في عنده هالنمشات وهذه الظاهره لازم نعمل له تنظيف كولون ونشوف اذا في عنده سجلات نعويه بشكل عام لحتى نعالجها لانه هو هذا الشيء الاخطر الحقيقه في هذه المتلازمه. هلا الكلف انه بقع اكبر من النمش متماليه مع بعضها على الوجنتين او المناطق الظاهره على الوجه اللي بيكون فيها تعرض اكثر للشمس مثل الوجنتين مثلا الجبهه الشفه العليا في بعض الحالات. طبعا معروف الكلف الحملي يعني كل الحوامل اثناء الحمل بصير عندهم الحقيقه زياده بالتصبغ بجسمهم منه الكلف اللي على الوجه او حتى يعني بيزداد لون الخط المتوسط مثلا حتى يعود الثدي انه بصير فيها زياده بالتصبغ. الحقيقه كل الهرمونات هي بتلعب دور. لذلك يعني كل مرضى الكلف او اللي عندهم استعداد للاصابه بالكلف الحملي بنقول لهم انه ممنوعه عندهم مانعات الحمل الفمويه لانه بتؤدي الى الكلف كانه عم يساوي ظروف حمل نفسها عند هؤلاء المرضى. طبعا في عندنا اسباب كثيره اكثرها هو الكلف الحملي. هرمونات اخرى مثل مانعات الحمل حكينا، كلف المزوقات ايضا يعني كمان هي مواد التجميل بسبب العطور اللي فيها او موادها ممكن انه تكون سبب في
في حدوث ايضا التصبغات على الوجه، فلازم نوقفها كلياتها. استخدام الفازلين احيانا على الوجه ممكن يؤدي الى زياده التصبغ، لذلك لا ينصح يعني استعمال المقويات اذا ناس عندهم استعداد للتصبغات من نوع الفازلين على الوجه. في عندنا اسباب دوائيه مثل مضادات الصرع، كلوروبرومازين، ميثادوئين، وايضا السل والاورام الخبيثة قد تكون سبب في حدوث هذه التصبغات. اي سيدة على الوجه ممكن شايفين شلون يعني المناطق اللي معرضة اكثر شيء للشمس حقيقة هي هون التصبغات. نحن بشراتنا يعني كثير صعب احيانا العلاج الجراحي، يعني يجينا كثير مرضى انه بيقولوا لك استعملنا كثير الحقيقه مواد لازاله هذه التصبغات وما عم تنجح معنا. هلا في مركبات نحن نعملها مثل خلطات، يعني في مركب كليجمان انه بنستخدم ثلاث مواسير هذول او ثلاث مواد يعني ريتينويد مع الديسالوكال ديساميتازون يعني هذا ستيرويدي بالاضافه الى الهيدروكينون بنسب متساويه، بنمزجوا مع بعض وبندهن هذا المركب مساء، هذا ممكن يكون مساعد لفتره محدوده يعني ممكن نستخدمه اذا عطى فائده بنتابع، بس بشكل عام فيه ستيرويد يعني انا بفضل انه استخدامه هذا اكثر على الجذع او يعني الجسم اكثر من الوجه، او انه ممكن نستخدم الريتينويد مع الهيدروكينون فقط على الوجه، بس بشرط انه ما يعمل يعني تنتبه المريضه ما تترك اثر وتطلع على الشمس، لانه الريتينويد ايضا ممكن يكون محسس ضيائي اذا تعرضت للشمس. بنفس الوقت يعمل تقشير خفيف بالنسبه للريتينويد وحسب يعني الوقت، يعني هلا بالصيف حقيقه صعب انك تستعمل يعني مقشرات سواء حمض الفواكه او الريتينويد بالنسبه لمعالجه الجلف. هاي المزيلات صبغ هيدروكينون ستيرويدات الريتينويد، هذا المركب كله بنسميه مركب كليجمان، ممكن انه يعطي فائده في علاج الكلام. في كثير الحقيقه مستحضرات هلا مستحضرات الاربوتين وفيتامين سي ممكن انه يكون كمان مساعد في علاج الكلام. ريتينويدات ريتينوين او ريتينويدات ممكن اسباب اخرى دوائيه تترا سايكينات مضادات الملاريا البيومايسين السيكلوفوسفامين، احيانا ممكن يكون بسبب صماوي لاديسون عوز فيتامين سي، احيانا ممكن بعد الالتهاب ممكن انه يؤدي الى فرط تصبغ مثل ما شايفين الحزام المسطح بشكل خاص، في عندنا الذئب الحمامي ممكن يؤدي والنشوان البقعي، يعني النشوان البقعي هذا بيطلع على الجزع اكثر، وعندنا كمان في مرض اسمه النخاليه الورديه اذا اخذتوه كمان بعد ما يتراجع يترك مكانه فرط تصبغ. هلا البهق الحقيقه هو عكس فرط التصبغ، نقص في التصبغ، ومرض الحقيقه كثير يعني مسموعياته عندنا في بعض المناطق بسوريا كثير جائره، يعني في مناطق عندنا من العشائر بدير الزور او بمناطق الشرقيه خاصه او مناطق الجولان، يعني انه بيعتبروا هذا المرض وراثي وله مسموعيات خاصه، يعني انه اللي بيطلع عندهم البهق ما بيروحوا يتجوزوا من عنده ولا بيروحوا يصابوا الى اخره، فالحقيقه في له كثير صعوبه يعني احيانا يعني اللي بيجوني هدول من الجوكمال او المناطق هي طبعا مو انتقاد لهم يعني، بس انه عندهم هذا المرض ممكن اصعب من السرطان لهالدرجه، مو عم ببالغ انا عم بحكي هذا الحكي، يعني لما بيجي لعندي انا بخاف له انه انت مع بعض بقول له عندك نقص تصبغ او شيء، بس لحتى
يعني بجوز اضربني لانه اذا قلت له بحر او قلت له الحقيقه يعني صايره معنا، مو انه لازم هدول يتراحوا نفسيته انه نقص تصبغ وممكن يروح، وان كان هو الحقيقه قد يكون معند على كل المعاناه. فهي الخلايا الحقيقه يعني الخلايا الختامين فيها بينفئل فيها لاسباب ونظريات كثيره في حالات وراثيه طبعا، وممكن باليات مختلفه مناعيه ذاتيه بشكل عام، وهذا بالنسبه يعني وجود البهق مع امراض اخرى مثل امراض الغده الدرقيه. يعني اذا شفنا بهق منتشر ممكن نعمل دراسه للغده الدرقيه اذا كان في اصابات مرافقه او السكري او داء الهيسون، وايضا اسباب عصبيه في بعض الحالات، وايضا نظريه التخرب الذاتي عامل داخلي يؤدي الى خلل في وظيفه الخلايا الميلانيه وموتها. يعني نحن اذا عملنا خزعه في مكان البهق ما بنشوف خلايا فتامينيه. طبعا الاسباب مثل ما حكينا انه الالم بيلهم ثلاث امراض بالجلديه هن قد يكون سببه نفسي، انه التعرض الى شده نفسيه كبيره او حزن شديد ممكن انه يصير الاليه المناعيه لهذه الامراض، ولهم علاقه مع بعض اللي هن واحد منهم هذا البهق والثاني الصداع والسعوبه. يعني هذول واحد من الثلاثه اذا شفناه عند مريض لازم نساله عن اثنين الثانيات اذا كان في سوابق عائليه او شخصيه بالنسبه لهالامراض الكبيره هي. انا بسميه الثالوث المرض الكبير بالجلديه. طبعا بصيب اي منطقه من الوجه احيانا بيبدا هيك فوق الاجفان، حقيقه كثير هي بنشوفها، او بالناحيه التناسليه بيكون استحيائي، يعني في مناطق مخبايه يعني بشكل عام ممكن يظهر في اي مكان. ظاهره كومنر بالبهاق ايضا تكون ايجابيه. في عنا عده امراض، يعني الرضخ او الرض في المكان نفسه يؤدي الى ظهور المرض او الظاهره نفسها، يعني هي يعني اذا مثلا تعرضوا هؤلاء الى رض او سحجه، مكان هذا التسحب ممكن انه يصير في عنا نقص تصبغ. فمن ضمنهم البهاق يعني يكون ظاهره كومنر ايجابيه. وعندنا المرض الثاني اللي هو الصدى ابن عمه والحداد المسطح، وفي لسه الثعاليب الشائعه وليس الساريه. شايفين بقع ناقص التصبغ على ظهر اليد، لما بنشوفه هيك حول الاصابع هذا الشكل شوي معقد، يعني احنا لما بنشوف هي العلامات الحقيقه انه بنقول ما بيستجيب كثير للعلاجات. طبعا العلاج يعني بيعتمد على المساحه، احيانا ممكن نعطي ستيرويدات داخليا. هون شايفين بهاق منتشر تقريبا هون بالمنطقه التناسليه، شايفين هون حول العينين في مناطق الحقيقه مختلفه، لذلك يعني بيصنفوه موضع فقري فقعي معمم منتشر احيانا شامل. في ناس بيجوا معهم بهق بيكونوا يئسوا، بجوز صاب بالبهق كل الجسم بتضل تنبعها بالوجه في بعض الحالات، فبيقولوا انه شلنا يا هي البقعه حتى يصير الرجل الابيض او المراه البيضاء. فممكن انه نعتمد على إزالة هذا الصباغ بمستحضرات تجميلية. نستعمل المونوبنزيل إيثر هيدروكينون ممكن يؤدي إلى إزالة هذه البقعة المصطبغة بشكل دائم. هلا المهق غير المهق، البينيزم غير البيتيليجو. هذا مرض وراثي، في عنا عيب في تركيب الميلانين، وطبعا يعني هذول الاشخاص انه بيكون عندهم شعر
ابيض عنده رقرقه، خوف من الضياء، اصابات عينيه احيانا، الجلد ابيض ناصع، عيونه ملونه او حمراء بالحدقه يعني تقريبا، دغري بيحترقوا بالشمس. فهذول الحقيقه اللي بسموهم العوام انه برص يعني، او ما انه بالشمس الحقيقه ما بيحسوا يفتحوا عيونهم ويشوفوا بشكل جيد. شايفين هاي شكل المهب، في مهب كلي ومهب جزئي. المهب الجزئي هذا انه بقعة زائدة الصباغ محدودة في مناطق معينة من البطن والظهر، وقد يوجد بقعة تصبغ داخلها. هلا في عندنا العكس، يعني انه بعد حكينا انه في بعض الامراض بتؤدي الى زيادة في التصبغ، ممكن احيانا انه بعض الامراض تؤدي الى نقص في التصبغ. مثال عليها الصدى، الساركوئيد، الفقار الفقراني، الخلية البيضاء، الجذام، الوضح الفرنجي. بعد المعالجات الشعاعية أو مواد كيماوية ممكن تؤدي إلى نقص في التصبغ. هلا رح ننتقل للمحاضرة الأخيرة. رح نحكي الشيء المهم يعني تقريبا فيها، تعرفوا ما؟ يعني ما شو بدنا نسوي؟ يعني انه كل المنهاج اللي انا بدي اعطيه باطنه بالمحاضره. فبدكم تتنفسوا شوي 5 دقائق، يلا تنفسوا شوي على بعض.